اسمعوا صوتي قالت حنا وانظروا مجرالي كان لي سبع بنين بالكرم والعز والدلالي وكان بيهم ولد صغير وشو يضويك الهلالي ووقعوا في يد الكافر اليوناني الذي لم يخاف من رب العالي يصلح لنا لنبكي طول الأيام والليالي قيصر يسرهم وقال لهم يا أولادي اعبدوا معبودي اتقدام يا كبير يا عارف يا يهودي طيع لكلامي ولا تخالف مقصودي اسجد وانحني قدم هذا صنمي ومعبودي وان لم تقبل سريعا اقتلك بزودي وتوقع ما يثل ما يوقع الطير من السماء العالي يصلح لنا لنبكي طول الايام والليالي.